عندي عندي هذا الشكل، بحكي لي فيه زنبرك بدي يوقف كتلة، كتلتها 60 كيلو جرام، اي هزرة هورزنتال سيرفيس كذا كي بسوي 20 كيلو نيوتن، يعني 20,000 بعوضها كيلو نيوتن يعني 1000 تضرب. هيلد باي كيبلز، هسا في كيبل على الكمبر على الزنبرك، هذا الكيبل بيعمل لي انيشال كومبريشن بساوي 120 ملم، يعني 0.12 متر، احنا بنشتغل بالمتر زي هيك بنكتب. هاي ايش الانيشال، سميه انيشال زي هيك. طيب نونج ذا ذا باكج هاز فيلوسيتي 2.5 متر لكل سكند، في تساوي 2.5 متر لكل سكند، وين هاي؟ بالموضع الاول، يعني نسميها V1. نو بعدين حكى لي في ماكسيمم اديشنال ديفليكشن، يعني الزنبرك لما البلوكه تضغطه بنضاف عليه 40، بكون هذا اقصى انضغاط، ماكس ديفليكشن بساوي كم؟ 0.04 متر. طبعا عند الماكسيمم ديفليكشن بيعطيني V تساوي 0 دائما، ماكسيمم ديفليكشن V 0. حكى لي اوجد معامل احتكاك، معناته لما بدي احسب الشغل لازم احسب فيش عندي شغل احتكاك، فهو طالب متى؟ لما يوصل ماكسيمم ديفليكشن اوجد كذا وكذا، فماكسيمم ديفليكشن يعني في 0. طيب انا راح اطبق له قانون واحد اللي هو تي 1 بلس يو 1 2 تساوي تي 2. طيب هسه تي 2 0، ليش؟ لان هي قانونها نص ام في تربيع، ففي 0 في 0. طيب صار عندي تي 1، تي 1 نص في 60 في كم؟ اللي هي الكتلة في تربيع اللي هي 2.5 تربيع، زائد يو 1 2. هسا يو 1 2 راجع لك، يو 1 2 مثلا للفريكشن اللي بده اياها، الفريكشن شو بتساوي؟ النورمال ضرب النورمال ضرب ايش؟ ضرب المعامل الاحتكاك. طبعا انه شغل تضرب بمسافة، المسافة اللي مشاها. فشو عندي النورمال؟ عندي 60 ضرب ام جي، 60 ضرب ام جي 60 ضرب 9.81 بيعطيني 500.886. هاي النورمال بايش بضربها؟ باليو كي مجهول بده اياه، ضرب ايش؟ ضرب المسافه اللي مشاها. شو المسافه اللي مشاها؟ البلوكه هون بدها توصل لهون 600 ملم، مع 600 بدي كمان لما الزنبرك ينضغط راح ينضغط كمان 40 ملم، يعني 640 ملم، يعني ضرب 0.640، يعني الاحتكاك ماله كل المسافة اللي مشاها. طبعا الاحتكاك عكس اتجاه الحركة فراح يكون سالب، هذا فريكشن. وفي عندي يو 1 2 للوضع، الارتفاع تغير لا فصفر، فخلص صفر. يو 1 2 ايش؟ الاستيك اللي هي الزنبرك، يو 1 2 الاستيك. شو الزنبرك؟ الزنبرك بفضل بالعادة بحله على التكامل، يعني طريقة الكتاب هون حطلي منحنيات وكذا فكك منها، حط على التكامل سالب نص. الوضع الطبيعي للزنبرك ايش كان؟ كان انيشال كومبريشن حكالي 0.12، وبدي يوصل الماكسيمم ديفليكشن بدي ازيد عليه 40 ملم، يعني كان يعني هاي الحاله 120، لما ضغطته لجوا صار 40، 120 زائد 40 160، 0.16 سالب كي اكس، الكي 20,000 واكس مجهوله دي اكس. شو بده يساوي؟ بحط انا على حاسب العاده تكامل 20,000 اكس من 0.12 0.16، بيطلع مع 112، وفي سالب التكامل بيطلع سالب 112. طيب وهذيك لو بدي احسب هالفريكشن 5.58.6 ضرب 0.640 شو بساوي؟ 300.76.704 بالسالب 100 كي. طيب شو بعمل؟ انا خلصت السام، بجمع اليوات لحال وهتلاقي لحال، زائد ايش هسه عندي؟ سالب 3.76.704 ميو كي سالب 112 تساوي 0، فمعادل بمجهول 1 تساوي كم؟ تساوي بحط عليه حاسبه نص ضرب 60 ضرب 2.5 تربيع ناقص 3.76.704 اكس ناقص 112 تساوي 0، عندي المجهول بيطلع مع ميو كي، لا ميو كي مش 400، هاي في انا لا في انا ضرب خطا، نص ضرب 60 ضرب 2.5 تربيع زائد ناقص 3.76.704 اكس ناقص 112 تساوي 0، شيفت سولف بيطلع مع ميو كي 0.2. طيب هسه
طيب الفرع الثاني طلب مني ذا ذا في الاستوف ذا باكج، لما ترجع للموضع الطبيعي بصوره فيديو ثاني.